إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كديروا في كاسرون نيترو ديال الحليب، وتقدروا تزيدوا يعني تزيدوا كاس ديال الحليب ولا كاس ونص بحال هكاك إذا بغيتوا كمية كبيرة تجيكم ديال دانون. وكديروا 3 المعالق ونص ديال السكر، على السكر على حسب الذوق. لكن انتوا كتاكلوا السكر يعني ديروا السكر يعني ناقص السكر كتنقصوا كمية ديال السكر. وكتحركوا باش يذوب داك السكر، وكديروا الحليب يغلى. من بعد ما كيغلى الحليب كتخليوه يبرد، يدفى ماشي يبرد مره، غير يدفى. من بعد كتزيدوا له دانون اللي بغيتوا، النكهه اللي بغيتوا له، وكتزيدوا كتحركوه مزيان. كنحركوا داك دانون مزيان باش يذوب مع الحليب، باش ما يبقاش داك دانون يعني طروفه ديال دانون مع الحليب. كنحركوا مزيان حتى كيذوب داك دانون، والحليب يكون دافي ما يكونش سخون بزاف، دافي يعني ما ماشي سخون بزاف. درت في الطنجره ديالي الكيسان ستفتم، ودرت الماء طايب، عمرت الربع ديال الطنجره غير شويه، عمرت الماء يكون طايب. وهنا كنعمر الكيسان ديالي بداك الحليب وطانون والسكر، وكنرجع نخشيهم في الطنجره ديالي اللي عامره بالماء طايب. كنأكد عليكم الماء يكون طايب. لويت الطنجره ديالي، خشيتها في واحد المنطقه خص البلاصه تكون سخونه باش دانون يشد، لي دانون ديالي يشد. وكنخليه واحد 4 سوايع وكنخشيه في الثلاجه. كيف ما كتشوفوا دانون ديالي وجد لي دابا، خليت واحد المده ديال 4 سوايع وخشيته في الثلاجه، ما كملاش 4 سوايع. المهم شفتو لقيتو شد راسو، خشيته في الثلاجه باش يبرد باش نديرو ناكلوه في السحور. وكيف ما كتشوفوا كيجي المذاق ديالو واعر، ويطرو واحد ديال الحليب كيخرج لك كميه يعني كبيره بزاف، يعني تقدري تديريها ليومين مع السحور ضروري ما كناكلو دانون. وكيجي المذاق ديالو واعر بحالو بحال ديال الزنقه وحسن. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.